حياكم الله إلى ما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. حذر البنك الدولي الحكومة الحالية في العراق من استمرار النهج الاقتصادي الحالي، مؤكدا أن عجز الموازنة المتوقع في عام 2023 سيصل إلى نحو 114 تريليون دينار نتيجة الاعتماد الكلي على واردات النفط. وقال البنك الدولي إن استمرار النهج الحالي سيؤدي إلى تراجع الاقتصاد في العراق بشكل مؤثر، مؤكدا أن العراق سيعاني خلال العام المقبل من عجز مالي للموارد غير النفطية بنحو 114 تريليون دينار، مشددا على أن ارتفاع نسبة العجز ستؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد بنسب غير مسبوقة، وسيؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتكلفة المعيشة، وهو ما سيؤثر على الطبقات الأكثر ضعفاً من المواطنين فيما يتعلق بالقدرة الشرائية. أعربت اللجنة المالية النيابية عن قلقها من تسعيرة برميل النفط التي يراد اعتمادها في موازنة العراق لعام 2023. وقالت الوزارة إن هناك حديثاً عن احتساب برميل النفط في الموازنة بنحو 75 دولاراً للبرميل الواحد، وهذا الأمر غير واقعي لأن هناك ترجيحات بهبوط أسعار النفط، ومن المهم أن يتم احتساب سعر البرميل ب 65 دولاراً. وأضافت أن الموازنة ستبلغ 140 تريليون دينار، مناقشتها تحتاج إلى نحو شهر أو شهرين، ربما يكون التصويت عليها من قبل مجلس النواب في مطلع شهر آذار المقبل. حذر خبراء اقتصاديون من عدم استطاعة الحكومة في العراق الإفاء بتأمين رواتب الرعاية الاجتماعية بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط عالمياً. ووصل المبلغ الإجمالي لنفقات الرعاية الاجتماعية لغاية شهر تشرين الأول من العام الحالي وصل إلى أكثر من 3.3 تريليون دينار، حيث ارتفع هذا المبلغ بنسبة وصلت إلى 32% عن نفس الفترة من العام الماضي. قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن حجم الإيرادات غير النفطية ساهم بتغطية 40% من نفقات الحكومة حتى نهاية العام الماضي. وأضاف الوزير السعودي أن التطور الكبير في الإيرادات غير النفطية جاء بفضل السياسة المالية الجديدة التي اتخذتها المملكة لتجنب الاعتماد على الإيرادات النفطية، والتي أدت إلى عجوزات في الميزانية العامة للدول أو للدولة خلال الأعوام الماضية على حد تعبيره. بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سبل توسيع اتفاق حماية شحنات الحبوب العالمية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين. هذا وذكر أردوغان في مكالمة هاتفية أن السلع المختلفة والمنتجات الغذائية يمكن إدراجها في ممر الحبوب، وكان أردوغان قد ساعد في التوسط لإبرام الاتفاق الأصلي لضمان استمرار تدفقات الحبوب والزيوت النباتية من أوكرانيا رغم استمرار الحرب. وهذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.